البحرين تشهد هذه الأيام غليانًا شعبيًا عارمًا دلت عليه اشتداد وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها القرى والبلدات البحرانية بعد أن تمادى نظام عائلة آل خليفة في طغيانه وانتهاكه لحقوق المواطنين. فالدراز لا تزال تعيش حصارا خانقا فرضته عليها السلطات إثر الاعتصامات التي نفذها البحرانيون بالقرب من منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي أسقطت السلطات جنسيته وقدمته للمحاكمة بتهمة جمع الحقوق الشرعية. والسلطات شددت من قمعها لكل الأصوات المنتقدة لممارساتها الدكتاتورية واستدعت العديد من الناشطين ومنهم الصحفي فيصل هيات والمحامي محمد التاجر والمناضل إبراهيم شريف على خلفية التغريدات لهم تندرج ضمن إطار ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. وفي ظل هذه الأجواء تنعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة الأسبوع المقبل للتأكيد على دعم معظم دول الخليج لنظام حكم عائلة آل خليفة. ومما يثير حفيظة المواطنين هو حضور رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لأعمال القمة للتأكيد على الدعم البريطاني لهذه الأنظمة العائلية. وما يفسر الدعوة التي أطلقها تيار الوفاء الإسلامي للتنديد بعقد القمة في البحرين وبالدعم البريطاني للعائلة الخليفية والذي لولاه لما انتهكت هذه العائلة حقوق الشعب البحريني. ولذا فتبدو الأجواء ملبدة بالغيوم في البحرين هذه الأيام وسط غضب شعبي لن يهدأ إلا بشروق شمس الحرية على البلاد.